بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم العلمي الخاص بقسم التفاعلات الطبية كلية الطب جامعة المنصورة بعنوان Parasites and Cancer an Underrepresented Relation to be Explored. الحقيقة السيم بتاع اليوم كان نتيجة ان في كلام كتير على Association between Cancer and Different Environmental Physiological Toxic Condition. However, little attention has been given to association between cancer and parasitic infection. Many studies have been conducted, so the theme today is to explore whether cancer is due to parasitic infection or even parasite as anti-cancer therapy. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم دكتورة خلود النوبي، أستاذ طفولات طبية ورئيس قسم طفولات طبية كلية الطب جامعة طنطا. الحقيقة يوم جميل جدا جدا، ويوم يعني هيتحفر في التاريخ وفي ذاكرتي، يوم علمي جميل. شرفت بأن أنا كنت أحد المشاركين في المؤتمر العلمي الأول لقسم طفولات طبية جامعة المنصورة. الحقيقة التوكس كانت رائعة جدا جدا، عملنا هايلايت فيها على حاجات مهمة قوي قوي، علاقة البرازيت بالكانسر، وهل هو متهم ولا هو مساعد في عمليات الكانسرز اللي منتشرة اليومين دول. الحقيقة كذا توك قالت خرجنا منها معلومات مهمة ومفيدة جدا جدا جدا. ان شاء الله احنا في انتظار السيشن الثانيه ان شاء الله، علشان نعلي ونعلي النولج اللي احنا استفدنا منها النهارده، وان شاء الله باذن الله نلقاكم في مؤتمرات قادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم. دكتوره اميره طمان، مدير برنامج الطب والجراحه بجامعه المنصوره الاهليه واستاذه الطفيليات الطبيه بجامعه المنصوره، طبعا شرفت بالحضور النهارده نتيجه الدعوه الكريمه من زملائي الافاضل في قسم الطفيليات الطبيه. كان معانا كمان الطلبة، طلبة سنة أولى من طب الجامعة الأهلية. الحقيقة الطلبة استفادوا هنا جدا، وكانوا مبسوطين إن هم جايين مؤتمر بيعرض أهم الأبحاث الموجودة في مجال الطفيليات الطبية في السنوات الأخيرة. أتمنى إن شاء الله إن احنا نكرر الزيارة، وإن يكون متاح لينا إن شاء الله إن احنا نحضر كمان المؤتمرات الطبية اللي بتعقد في جامعة المنصورة. السلام عليكم، معكم دكتوره سامي عطيه، وانا استاذ باراسايتولوجي في كليه الطب جامعه الزقازيق. انا سعيده بوجودي النهارده، ويعني بعبر عن امتناني بتشريفي بدعوتي لحضور الساينتفك داي النهارده لقسم الباراسايتولوجي في طب المنصوره. وطبعا هو الاسم ده انا بعتبره بيتي الثاني يعني، وطبعا انا بتشرف بالاسم ده حتى في اللجان العلميه او في الابحاث، لان هم لهم مستوى متميز. يعني دلوقتي المنصوره يمكن تضاهي جامعه القاهره في المستوى العلمي، خاصه قسم الطفيليات يعني بمعرفتي يعني. طبعا المواضيع اللي اتكلموا فيها النهارده في السيشن الاولاني كانت رائعه، وكانت بتتكلم على الباراسيتيك انفكشنز والكانسر، وده موضوع جديد ويعني ومجال حلو الابحاث فيه، وهم فعلا قاموا بالواجب يعني واكتر، ولسه ان شاء الله يكملوا في السيشن الثاني. انا طبعا سعيده بوجودي هنا، وولادي واساتذتي وزمايلي، وعلى راسهم استاذنا الدكتور ممدوح حجازي وحبيبتي الدكتوره سمر رئيسه القسم، وطبعا كل النخبه اللي هم من الاساتذه والطلاب، وبنتي اللي واقفه معايا دلوقتي هي نوره، وكلهم يعني ما شاء الله عليهم. انا بشكرهم والف الف شكر ليهم على دعوتي والحضور المميز النهارده. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور محمد حسن سرحان، استاذ مساعد الطفولات الطبيه كليه الطب البشري جامعه الزقازيق. اتشرفت ان انا كنت موجود النهارده في المؤتمر العلمي والطبي في جامعه المنصوره، واليوم العلمي لقسم الطفولات الطبيه في جامعه المنصوره العريقه اللي بنعتز دايما بيها يعني. وكان يوم جميل جدا، اتكلمنا فيه عن اهميه البارازايتس الطفيليات الطبيه وعلاقتها بالكانسر، سواء ان هي ممكن تبقى هي سبب من اسباب الكانسر، او ان احنا ممكن في الترند الجديد الحمد لله ان احنا ممكن نستخدم البرودكت بتاعتها او نستخدم الايفكتس بتاعها ان احنا ممكن نعالج بعض انواع الكانسر باذن الله. ونتمنى التوفيق لكليه طب المنصوره وكل الدكاتره والاساتذه العاملين بطب المنصوره، وشكرا جزيلا لحضراتكم جميعا. مساء الخير، انا دكتوره هاجر فتحي، مدرس باراسيتولوجي في معهد تيودور بالهارز، واتشرفت جدا النهارده ان يكون في اليوم العلمي لجامعه المنصوره، وكان يوم رائع وكله معلومات استفدنا بيها جدا. شكرا. دكتوره سميره متولي محمد، استاذ مساعد طفيليات الطبيه بطب الزقازيق. النهارده اليوم العلمي لكليه طب المنصوره، انا اتفاجئت ان ده اليوم العلمي الاول، لكن مستواه يعني فوق من الرائع واكثر من رائع. استفدنا استفاده كبيره جدا جدا بالجلسات، وان شاء الله نكون دايما في موجودين في كليه الطب المنصوره كده على الدوام ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا الدكتوره هويده سعيد فؤاد، استاذ مساعد طفيات طبيه جامعه الزقازيق.
والله يسعدنا وشرفنا وجودنا مع حضراتكم النهارده في اليوم العلمي الاول لقسم الطفيلات طب المنصوره، والله استفدنا حاجات كتير جدا، وعقبال كل سنه ان شاء الله. النهارده كان يوم عظيم جدا، مؤتمر العلمي لقسم الطفيلات الاول، والنهارده ناقشنا موضوع مهم جدا بالنسبه للطب، وهو علاقه الكانسر او السرطان، الامراض السرطانيه المختلفه بالطفيليات، اذا كانت هي مسببه للسرطانات او استعمال الطفيليات في العلاج لبعض الاورام السرطانيه. وكان يوم جميل، ودايما الابحاث بتاعتنا مرتبطه بالبيئه، اذا كان سرطان او الامراض المتوطنه المختلفه. وان شاء الله اللقاءات القادمه هتكون اكثر تقدما ان شاء الله. السلام عليكم، معكم دكتورة منار صفوت مدرسة الطفيليات الطبية. حقيقة أنا فخورة جدا بانتمائي لقسم الطفيليات الطبية كلية الطب جامعة المنصورة، وممتنة جدا وفخورة جدا بنجاح اليوم العلمي الأول لينا، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأحلى بإذن الله.